أهلا بكم إلى بيزنس ترافلر. الشيء الوحيد الذي تتعلمه هنا في لاس فيغاس أن الجميع يحاولون التلاعب بالنظام بشكل من الأشكال، وهذا ما يحصل تحديدا فيما يتعلق بالسفر جوا. فجميعنا نحاول إيجاد الثغرة التي تجعلنا نجد شيئا لم يجده أحد غيرنا. مثال على ذلك المدينة المخبأة. المسافر الذي يستخدم تذاكر المدينة المخبأة غالبا ما يوفر مئات الدولارات. لنقل أنك تريد السفر من نيويورك إلى لوس أنجلوس، ولكن كلفة هذه التذكرة تبلغ 350 دولارا. ومن الناحية الأخرى هنالك رحلة من نيويورك إلى سان دييغو تمر عبر لوس أنجلوس وكلفتها أقل بكثير. عندها يقوم المسافر الجريء بحجز تذكرة سان دييغو ويكمل فقط الجزء الأول من الرحلة ولا يتابع طريقه إلى سان دييغو ليخسر هذا الجزء من التذكرة. Doesn't fly onwards to San Diego and loses that part of the ticket. A lot of my users, they use it for business purposes. المدن المخبأة ليست جديدة، ولكن أكتارير زامان هو مهندس أنشأ محركاً للبحث اسمه سكيب لاجينج، مصمماً خصيصاً لإيجاد احتمالات المدن المخبأة. عام 2014 قامت يونايتد إيرلاينز بمقاضات زامان البالغ من العمر 22 عاماً بسبب موقعه الإلكتروني، وتم إسقاط القضية لاحقاً. ولكن هذا النوع من السفر له سيئاته، فإهمال جزء من الرحلة يعتبر مخالفة للقوانين في الكثير من خطوط الطيران، ما قد يؤثر على ميزات المسافر الدائم وعلى جميع الأميال. هنالك تطبيق آخر اسمه هوبر، وهو نوع جديد من التطبيقات، لا يخبرك فقط عن سعر التذكرة، ولكنه يدرس بيانات السفر ليخبرك إذا كان من المرجح أن يرتفع هذا السعر أو ينخفض لاحقاً. سيباستيان ميكوز مدير إيسكاي يقول إنها تقدم طريقة سهلة وقابلة للفهم، فشركات الطيران تشتري هذه البيانات مقابل ملايين الدولارات لتتمكن من فهم احتمالات تصرفاتك. إذا حصل الزبون على رسالة تقول انتظر ستحصل لاحقا على سعر أقل أو عليك أن تشتري الآن لتحتفظ بهذا السعر، هذا يعني أنه يحصل بطريقة أكثر بساطة على ما كانت تحصل عليه شركات الطيران، يصله على شاشته فالزبائن يصبحون أكثر فأكثر معرفة. ولدى سؤالنا حول ما إذا كنا ننتقل إلى عالم حيث توجد معركة بالمعلومات بين خطوط الطيران من جهة والمستهلك من جهة أخرى. يقول ميكوز إن الطرفان متساويان في معركة المعلومات والبيانات، وهذا ما سيغير خطوط الطيران خلال السنوات الخمس المقبلة بشكل جذري للغاية.